من الأسئلة اللي تجيني أستاذ محمد، أريد أحول قسمي، أنا إنجليزي وصعب هذا القسم فأريد أحول على غير قسم، شنو رأيك؟ شنو تنصحني؟ شوف يعني موضوع قسم اللغة الإنجليزية ما له علاقة إذا أنت ضعيف أو قوي، يعني إذا يعني أكو هواي طلاب مستواهم قوي باللغة الإنجليزية وفشلوا، يعني تجي قاعد يحكي إنجليزي وشاطر وكذا يعني كلغة ولكن يفشل، وأكو مترجمين دخلوا قسم اللغة الإنجليزية فشلوا بهذا القسم. هي ما لها علاقة ب يعني أنت قوي أو ضعيف، هي بالواهس وبالطموح. إذا أنت عندك واهس وإلك طموح وعندك واهس إنه تغير من أساسك، حتى إذا كان مستواك ضعيف تدخل دورات تتابع فيديوهات على اليوتيوب تغير مستواك، إذا أنت إلك واهس وإلك خلق فلا والله يستمر قسم اللغة الإنجليزية وإلك مستقبل. ما إذا أنت ما إلك واهس فصدقني صدقني ما راح يفيدك هذا القسم، زين مو صعب ولكن قسم اللغة الإنجليزية يحتاج قراية، هو كل الأقسام تحتاج قراية، ولكن قسم اللغة الإنجليزية بشكل خاص يحتاج متابعة واجتهاد ويحتاج يعني حضور ومتابعة أول بأول. فإذا إلك خلق وإلك واهس وعندك مجال تقدر تغير من مستواك، ولكن إذا كان مستواك يعني ضعيف وما إلك واهس فنصيحتي لك تغير غير قسم، شوف قسم بسيط. السلام عليكم.